السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدرب حسام ينسو من مجموعة اللغات الدولية لدبلوم علوم الحاسوب المادة MSQL Server الدرس رقم 3. طبعا بالدرس السابق أخذنا قواعد البيانات عن طريق برنامج مايكروسوفت SQL Server Management Studio، عملنا قاعدة بيانات SQL Lesson و Students Table اللي هي جدول Students، وعبينا بيانات وصرنا نعدل عليه وتعلمنا كيف ننشئ جدول جديد بالبيانات اللي بنريدها، يعني كأن كان كدبل أو رقم عددي أو نص، يعني حسب الاحتياجات. يعني اليوم إن شاء الله الدرس الماضي أعطينا وظيفة، الدرس هذا رح نبلش نعمل هاي الوظيفة ونطورها، كل درس رح تتطور الوظيفة شوي شوي. طبعا هاي الوظيفة هلا رح نعملها ورح نطبق عليها باستخدام الأكواد بس على البرنامج. يعني احنا تعلمنا تعديل المرئي، مثلا انه نطلع البيانات هيك ايه ونعدل على البيانات بهالطريقة هاي، بس اليوم ان شاء الله رح نتعلم كيف نضيف بيانات عن طريق الكود هون، وكيف بنعدل عليها. طبعا التعديل للدرس القادم او الدروس القادمه، بس حتى الان يعني ان شاء الله راح نتعلم الاضافه وراح نعمل قاعده البيانات تبعت الوظيفه ونشتغل عليها بالشروط. يعني خلينا نبلش بالوظيفه اللي عندنا، نطلع من هاي. الوظيفه كانت كما يلي: قاعده بيانات لمتجر ماركت، مثل الماركتات يعني نشتري منهم اغراض. طبعا بنشوف دائما في بالماركتات في عندهم جهاز كيو ار كود بيقرأوا المنتج، وهذا الكود الكيو ار كود تبعهم عبارة عن الاي دي تبع المنتج، مثل الاي دي لهم اي دي كمان، بس انه بيستخدموا الكيو ار كود كاي دي. هلا نحن هون بهالبرنامج عندنا جدول لاحق حتى الان وفيه المنتجات، الجدول اسمه برودكتس، والجدول راح يحتوي على اسم المنتج، سعر المنتج، وعدد الوحدات في المتجر مع الهوية. طبعا هي ضرورية دائما. طب نبلش نعمل قاعدة البيانات الخاصة بمتجرنا، وعلى الـ Databases New Database اضغط My Store. طبعا فينا نكتبها هيك My Store، بس أنا مش عم يسهل علينا الأمر، حط حرف صغير عشان ما نضل أثناء التدريب ما نكتب ماي ستور بحرف كبير. نضغط على أوبشنز، نتأكد إنه البرنامج اللي نحن بدنا نشتغله معاها راح يكون، مثلا نحن عم نشتغل على 2019 بدنا آخر إصدار، بس إذا حدا بده يشتغل على برنامج وإصدار البرنامج عنده 2017 أو 2016، بنصح كتير إنه يرجعوا السيرفر للإصدار السابق 2017 2016 2014 على حسب البرنامج اللي راح ينبع. هلا نروح على مرة ثانية على الجنرال، نضغط نتأكد من كل شيء نظامي ونضغط أوكي. بعد ما أنشأنا قاعدة البيانات الخاصة فينا، هلا صار مثل ما كنت شايفين، صار عندنا 3 قواعد بيانات على سيرفر اللي هو ديسكتوب SQL Express. بالماي ستور اللي هي قاعدة البيانات اللي عملناها جديدة، ندخل لجواتها بنعمل زائد، فتحنا بنروح على التيبلز، تيبلز نعمل خيارات نعمل نيو، نضغط نيو تيبل يعني جدول جديد. اليوم رايح نستخدم كلمة تيبل بدل جدول لأنه البرامج تستخدم أكثر شيء هاي الكلمة في البرمجة. يعني هلا التيبل نحن كنا قلنا إنه راح يكون اسمه برودكتس، أخذنا كوبي رحنا على التيبل. طبعا أول شيء بما أن هون برنامج بالمقلوب غير مختلف عن الكود، في البداية بنعبي البيانات الأعمدة، بعدين بس نعمل سيف بنكتب اسم الجدول. بالعادة في الكود تكتب اسم الجدول بالبداية create table واسم الجدول، بعدين نفتح الأقواس ونحط الأعمدة، هي كتابية. بس نحن هلا حاليا ما عم نشتغل على المصمم المرئي، فاجباري بدنا نستخدم المصمم المرئي مثل ما
بالميزات اللي موفر لها حتى الآن. هلا السطر العمود الأول، نصغر الشاشة شوي. السطر العمود الأول راح يكون مثل ما قلنا اي دي كالعادة. الاي دي هو مثل ما قلنا هوية تحديد، هوية أو مفتاح لكل سطر، وعن طريق هذا المفتاح فينا نأشر على أي سطر لناخذ أي معلومة بدنا إياها. نحط الاي دي، فينا نحطه بحروف كبيرة أو بحروف صغيرة، بس أنا بحطه حروف صغيرة عشان ما يصير أغلط غلط في الكتابة، عشان الكابس لوك إذا ضغطناها ما نكون نسيانين ضغطين. الثاني الأحرف حساسة بقواعد بيانات، إذا العمود كان فيه حرف كبير أو حرف صغير وكتبت بقاعدة البيانات مثلا ابحث عن العمود اي دي بس بحروف كبيرة مع انه هو حروف صغيرة، ما بيشتغل لانه الاعمدة والاسماء وكل شيء حساس في قاعدة البيانات. هلا ضفنا الاي دي. الداتا تايب وهو نوع البيانات، نوع العمود شو راح يكون؟ قلنا انه الاي دي دائما بيكون انتيجر، رقم عدد طبيعي، يعني ما لازم ينزل طبعا تحت الصفر. رقم الانتيجر حطيناه، وما لازم قلنا يكون فارغ نهائيا، إذا كان فارغ ما بدنا يدخل نهائيا على قاعدة البيانات. هاي الالو نولز يعني اقبل انه يكون فارغ، فنحن بدنا نشيلها هاي ما بدنا اياها. بعد ما نضغط عليها بنرجع نضغط على كلمة الاي دي وبننزل لتحت. هلا هون فتحت لنا هاي القائمة اللي تحت column properties، يعني معلومات خصائص العمود. يعني هلا هون احنا بدنا اياه بما انه مفتاح لازم نعينه انه هو مفتاح، فبنضغط على ال identity specifications وهون على ال is identity، هون بنضغط عليها بنعملها yes يعني انه هوية. هل تقبل انه يكون هوية؟ نعم اقبل انه يكون هوية. الزيادة تبعت الأرقام راح تكون يزيد واحد بواحد. هاي هيك سويناه هوية نظامية identity. هلا هذا العمود ID صار مفتاح. هلا في الثانية نروح على ال product name وهو اسم المنتج. ال product name سخة copy طبعا. هلا العمود الثاني راح يكون اسم المنتج. بالنسبة لنوع البيانات، نوع البيانات نحن بدنا اياه يكون نص بشكل عام، فينا نستخدم التكست اللي هو اكثر استخدام التكست يعني، بس بسبب مواجهة بعض المشكلات اثناء وضع الشروط في نعمل ستيتمنت سيلكت ستيتمنت وبدنا ناخذ البيانات، فعم نحط شرط انه يكون مثلا البرودكت نيم يساوي سنجل كوس ونكتب فيها الاسم مثلا او البرودكتس مشان نطلع فقط سطر واحد مثلا، عم نحط له شرط بس بهالطريقه عم بتصير مشكله. فعم نستخدم الفار تشار. الفار تشار هي عباره عن فار تشار، التشار هو مثل ما بنعرف انه كاركتر الفاريبل، في ان فار تشار وفي فار تشار عاديه. فار تشار هو عباره عن نص بيقبل جميع انواع الاحرف، بيقبل النجمة، السلاش، النقطة، الشخطة، كل شيء بيقبلهم بدون أي مشكلة. نضغط على الفارتشر، وبما أننا شايفين هو محدد طولها وهو 50 حرف بالإجمال، يعني أكثر شيء ما فينا نتخطى نهائيا 50 حرف. نحن ما بدنا إياها 50 حرف، بدنا إياها نحن 100 حرف تكون. طيب هاي البرودكت نيم، هل من المعقول أنه يكون مثلا المنتج فارغ اسمه؟ طبعا لا، فلهيك نشيل كمان ال allow nulls مشان ما يجي يدخل منتج ما له اسم. خلصنا من عمود الاسم المنتج. سعر المنتج كما بنعرف ضروري نعمله الصفوة في العمود الثالث. نوع الداتا حكينا عنه بالمرة الماضية، فينا نحطه double يعني decimal float، فينا نحطه بس نحن بدنا يكون ماني، ومشان هالشغلة يعني عاملين الـ SQL ذاتها فيها عبارة عن متغير من نوع ماني،
يعني هذا بيتحمل أرقام طويلة، مثله مثل الدبل عندنا في اللغات البرمجة، بياخذ عدد كبير يعني جدا جدا، يعني بيوصل للمليارات. فنحن بنختار هون الماني، هذا بيقبل عدد كبير دائما، بسبب انه اسعار الشغلات بتختلف يعني. هل لازم يكون له فارق؟ طيب هلا هون في شغلة بالالونولز، حاطين نحن هون انه ماني، فالسعر غير معروف. اذا حطينا السعر غير معروف، هذا الشيء مقبول بقاعدة البيانات؟ طبعا مقبول، لأنه بعض الأوقات بيدخل المنتج بس الشخص ما عرف شو سعره. يعني مثلا هلا أنا دخلت منتج بس أنا ما بعرف شو سعره، هسه بدي أسأل مثلا مدير المتجر لحتى نقدر ندخل سعره. فهون إجباري راح نحطه بتتغير. طبعا هاي الشغلة حسب كل رأي شخص، يعني أنا برأيي إنه السعر دائما يكون ينقبل فارغ يعني، ونحن مشان نعمله انه ما يضل فارغ، انه فاضح الاخر، فينا نحط هون ديفولت فاليو اور بايندينج، مثلا فينا نحط صفر، فينا نكتب مثلا صفر، يعني انه اذا ما بتكون يا يكون فارغ. بس بشكل عام نحن الان بدنا اياه هو يكون فارغ عشان نقدر نعرف اي منتج ما له سعر نشوفه فورا. ليش؟ كمان في شغلة تانية، هلا أنا فرضا عندي برنامج بالماركت، وهذا البرنامج بقرأ الكيو آر كود تبعه وبدخله على السيستم مثلا وببيعه لشخص هيك. فنحن مشان نتخطى شغلة إنه ما له سعر، ما ينعطى ببلاش، يعني ما ينعطى بصفر ليرة للشخص اللي بده يشتريه، نحن بنحط له بدون سعر، إنه نل، إنه ما في سعر، فالسيستم ما راح يقبله إذا ما كان له سعر المنتج نهائيا. فهاي الشغلة كمان بتفيد، إنه إذا كان فاضي المنتج بس أنا ما بعرف إلا سعره، ليجي المدير يقول لي شو سعره، بعدين عدل على قاعدة البيانات واكتب له إنه سعره مثلا 50 ليرة. هاي بنتركها لهذا الخيار اللي هو allowance، إنه يقبل إذا كان فارغ العمود. طيب خلصنا هلا من السعر، وحكينا إنه لازم يكون يقبل فارغ، وصلنا على عدد الوحدات الموجودة في المتجر ستوك. طيب العمود رقم 4 نلصق هون الستوك. الستوك لازم يكون طبعا رقم، لأنه نحن نعرف كم عدد الوحدات الموجودة في المتجر اللي عندنا. جزء نحن خلصوا عنا، إذا كانوا صفر ما راح ينباع منه. بس هي ما تستخدم لها الشغلات هاي. في بعض المواقع على الانترنت وقت بدنا نشتري من متجر الكتروني بيكتب لنا ان ستوك مثلا 7، باقي 7 في الستوك تبعات المنتج هذا. بس اذا كان صفر ذاتا لحاله الموقع بيعرف، اذا كان ما في، اذا كان صفر العدد بيكتب لك لا يوجد لدينا من هذا المنتج بعد الان، يعني انه خلص المنتج. ليش؟ لانه صفر صار. فهون راح نختار يكون انتيجر اللي هو رقم، وهذا الرقم طبعا ما بيصير فواصل، يعني خلاص هذا رقم فقط ابو من هذول اللي مثل ما بنقول نحن انه رقم بدون فواصل يعني. فهلا هل يقبل هذا مثلا يكون فاضي؟ كلا، هذا ما لازم نقبله. ليش؟ عشان ما يصير مشاكل بقاعدة البيانات. نحن بنحطه دائما هذا انه لازم يكون له قيمة. وبشكل عام ما حدا راح يضيف منتج على المتجر اذا ما كان جاي المنتج. بس وقت اللي بيخلص المنتج ذاتا راح تجي البيانات صفر، تغير لحاله للصفر عند تحديث قاعدة البيانات. وقت ما نقول تحديث قاعدة البيانات يعني بنحدث انه البيانات اللي فيها على انه هذا المنتج انتهى العدد منه. خلصنا من الوظيفة اللي هاي، هلا بنرجع ل في بدايتها، وهنا مكتوب اسم الجدول products، ننسخ اسم الجدول copy. هلا نعمل control S. طبعا قبل ما نسوي هالشي فينا لن نسوي هيك ونكمل، بس أنا هلا راح أحط هسه عمود تاني جديد
طبعا بعد التدقيق على الوظيفة شفت بعض طلاب كاتبين بالغرام، مثلا المنتج حاطين الغرام مع الاسم في البرودكت نيم، فمشان نتفادى هذا الشيء اجباري من نحط هون يونت، مثلا كمية او الوحدة، يعني مثلا بالكيلوغرام حسب، يعني كل هاي الشغلة كل واحد على طلبه. فنحن حطينا يونت وهون نحطه بار تشار. بار تشار راح نسويه طبعا بشكل عام للأعداد النصوص الصغيرة، نحط مثلا إذا نو أو يس، ونحط فقط بار تشار 3 عشان ما تاخذ مساحة كبيرة في قاعة البيانات، لأنه هاي المية هي ورا مية إذا كثرت البيانات. وخلينا مثلا هذا البار تشار متغير يتزايد مع الوقت، هلا مثلا عملنا نحن متغير بار تشار 100 اخذ مساحة مثلا 3 بت، طبعا عم بعطي مثال يعني احنا ما بنعرف شو مساحته الفعلية للبار تشار، مثلا اخذ 8 بت في قاعدة البيانات، فرضا ضربنا هال 8 بت في مليون سطر مثلا، اخذ 8 ملايين بت. إذا نجي نحسبها هي بتطلع تقريبا بالميجايات يعني أو بالجيجا يعني حسب، طبعا أنا ما فاتحين الآلة حاسبة نحسبها أي حساب كبير. فهي الشغلة بتخفف من حجم قاعدة البيانات، لأنه مع الوقت الواحد بده يستخدم قاعدة البيانات ما راح يستخدمها مثلا شهر أو شهرين، راح يستخدمها بجوز لمدة سنة سنتين 3 سنوات 10 سنين 20 سنة. في عالم لهلا مستخدمين قواعد بيانات تبعتهم من 20 سنة لهلا. كمثال يعني الفيسبوك، اليوتيوب يعني من بعد يعني اليوتيوب صار له تقريبا 20 سنة يعني اليوتيوب. هذا مثلا قاعدة البيانات حتى الآن عم يستخدم قواعد بيانات هذيك لوقتنا الحاضر هذا يعني. فعندهم عناية كاملة، عناية كبيرة جدا جدا بقواعد البيانات الخاصة فيهم، لأنه مجرد متغير بسيط مثل هذا بجوز يغير حجم قاعدة البيانات، بجوز من 3 أو 4 مليون تيرا مثلا ل 3 مليون تيرا. ما بدنا نحكي بالميجايات هون أو بالجيجايات أو بالواحد تيرا ولا اثنين، هون بنحكى في بالأربع مليون وخمسة مليون. ليش؟ لأنه الكل بيعرف في مقاطع على اليوتيوب كتير يعني، وأغلب مقاطع مثلا 4K اللي نازلة مثلا توصل مساحتها لل 30 40 جيجا و50 جيجا يعني. فهلا هيك نحن ضفنا اليونت بار تشار، طبعا هلا بدنا نحطه نحن بعد البرايس عشان نرتبه لنا كترتيب افضل. واليونت طبعا لازم تكون تقبل الفراغ، ليش؟ لانه بعض الاوقات نحن ما في شيء عندنا اسمه يونت بجوز، مثلا عندنا نحن في الماركت بنبيع سكر مثلا، بنبيع بذور، بنبيع خبز، بس فرضا نحن عندنا جبنا مثلا لنبيع كرسي، هذا الكرسي ما فينا ما حاطين اليونت تبعته، لا حاطين مقاس ولا حاطين بالغرام ولا حاسبينه مثلا لا حجمه يعني ولا بالغرام، يعني ما في طريقة لنقيس فيها الكرسي إلا إذا حبينا نحط مقاساته فيها، بس أغلب الأماكن ما فيها شيء يعني. فبنقبلها يضل فاضي، إذا اضطر الوضع ينقبل فارغ، يضل فارغ. هلا بنعمل كنترول اس لنحفظ قاعدة البيانات. هلا نرجع لتسمية الجدول أو التيبل، ناخذ برودكت كوبي صور الشاشة ولا لا، هاي نعمل كنترول في طبعا نحطها حرف الأول، طبعا هذا ما له علاقة بالقواعد الكتابة أو شيء هيك، لا فينك شلون ما بدك تسميها، بس أنا راح نحطها كبير عشان تصير رسمية أكثر. موضوع أوكي، قاعدة البيانات الخاصة فينا هلا تم إنشاؤها. نعمل ريفرش بالF5 أو بضغطة أي دويرة اللي فوق للتحديث. قاعدة البيانات ما شفناها صارت هون. هلا نعمل سيلكت 1000 سطر الأوائل جبنا اياهم. هي طريقة عمل الوظيفة، طبعا ضفنا عليها كولم جديد او عمود جديد اللي هو اليونت شوي حكينا عنه.
طيب قاعدة البيانات هاي هلا بدنا نعبيها بعض البيانات، وهالبيانات بنصير نسحبها باستخدام السلكت ونحط لها شروط. طبعا هلا ما راح نحط والله انه منتج ولا منتجين ولا ثلاثة، راح نحاول قدر الامكان نحط لنا شغلة 10 منتجات، وكل منتج له معلومات مختلفة عن بعضها والسعر مختلف عن بعضه. ليش؟ مشان نقدر نستخدم الشروط بأفضل إمكانية ونشوف أمثلة أكثر عن الشروط اللي راح نستخدمها بال where بال or وال not. هلا نضغط على البرودكت نيم، نسمي شجر، برايس سعر السكر مثلا 20، يونت 20 ليرة كيلوغرام، 20 ليرة الكيلو. فينا هيك نكتب طبعا، فينا نشيل ال20 هاي. ليش؟ اللي هون بشكل عام وقت عم نحكي انه البرايس 20، نحن عم نقول هون انه السكر يعني حقه 20، وطبعا بشكل تلقائي راح تكون مثلا السكر 1 كيلو يعني 20 ليرة حقه، هيك بشكل عام. بس نحن هون نكتب 1 كيلو 20. طب بالستوك كم في؟ عندنا 50 كيلو، حطينا 50 هون. هلا هيك صار عندنا اسم المنتج سكر، السعر 20، اليونت الوحدة يعني 1 كيلوغرام، هاي انه الكيس اللي معبينه نحن 1 كيلوغرام وسعره 20. بالستوك كم كيس مثلا او كم كيلو فيه؟ طبعا الستوك بتتعب ل تتباع لليونت. كم كيلوغرام يوجد مثلا عندنا؟ 50 كتبنا نحن هون. هلا هيك نضغط انتر، مثل ما شفنا حط السكر ضاف العمود نصابي. طيب نضيف واحد ثاني مثلا ميت، بس اللحمة حقها مثلا نحطها 230. طيب أنا 230.99 راح أحطها، أو حطها 229.99 عفوا .99 الوحدة الواحد كيلو ستوك. مثلا عندنا نحن حاليا في المتجر 10 كيلو فقط، اضغط انتر، اضافه مثل ما شايفين. المنتج الثالث راح نضيف مثلا لولي بوب، مصاصات للاطفال بيجيبوها بياكلوا الاولاد. اللولي بوب مثلا سعره 3 ليرات مثلا او 3.5، طبعا نحط فواصل نحن اكثر. ليش؟ عشان نتعلم اكثر. الوحدة طبعا هاي ما لها وحدة فما راح نحطها، راح نتركها نعم. الستوك راح تكون عندنا مثلا 150 مصاصة، انتر، هاي راح تضل نعم. نعطي مثال يعني عن كل شغلة. مثلا راح نعمل هلا طيب تيبل، نكتب تيبل يعني طاولة، طاولة قديش مثلا راح تكون سعرها؟ سعر الطاولة 350 ليرة مثلا. هلا الوحدة هون بنحطه نحن في نحط مثلا المقاس، نكتب هون هاي الوحدة بشكل عام يعني مثل وصف، بس ما نوصف بنفس الوقت يعني ما فينا نكتب أي شيء بدنا إياه فيه، مشان نضل نعطيها يعني المعنى الأصلي لكلمة اليونت يعني. ففينا نكتب هون نحن قديش طولة مثلا أو قديش عرضة، يعني مثلا فينا نكتب 120 أو 100 أو 90 ضرب 60 مثلا، هيك هاي عنا 90 ضرب 60 cm سنتيمتر. بالستوك في عنا تنتين فقط مثلا، ضفنا الطاولة، شو كمان بدنا نضيف؟
يوغرت، لبن، سعر 56 مثلا، الوحدة مثل ما قلنا بالكيلو هذا بنحسب، فبنحط 3.3 كيلو غرام. خلاص 3 كيلو غرام للبن. الستوك في عندنا مثلا 75. طيب هسه نضيف لنا منتجين وحاج بعدهم. نضيف منتج قام علكة، السعر ليرة ونص مثلا، وحدة كمان وحدة، يعني ما فينا نعطي شو الوحدة تبعيتها، بس فينا مثلا نقول إنه 60 غرام، 60 غرام فينا نكتب جرام، فينا نكتب بس جي. الستوك في عنا 300. طب هلا هيك ضفنا منتجات على الطاولة تبعنا، على الجدول تبعنا عفوا. بهالجدول برودكتس، 6 منتجات، ندخل على البرودكتس نعمل سيلكت توب 1000 رو. ما شايفين هلا هاي جميع البيانات تبعتنا هون بالوحدة عند المصاصات اللولي بوب. بما انه هون نحن ما عرفنا، او بشكل عام يعني ما حدا بيسجل انه كم غرام هي المصاصة الوحدة او هيك، فنحن خلص كتبناها فاضي، تركناها فاضي، وانتقلنا فورا على الستوك، حطينا انه عندنا 150 وحدة. بس مثلا هون بالعلكة وهاي هاي الشغلات هاي، في بعض الناس بتطلع على الغرام بالعلك الشغلات هاي، بس فينا نشيلها كمان، يعني فينا نتركها فينا نشيلها، هاي الشغلة بتعود لنا بالستوك مثلا 300. هاي طريقة ترتيب قاعدة البيانات الخاصة فينا حتى الآن. طيب هلا نروح على نيو كويري، بنبلش نشتغل عليها لقاعدة البيانات هاي عن طريق استخدام الأكواد الكتابية. فينا نستخدم مثلا المتصفح هذا المرئي ونشتغل عليها، بس طبعا في أغلب الشركات في أغلب المواقع عند استخدام قاعدة البيانات بيستخدموها بطريقة الأكواد. ليش؟ لأنه طريقة الأكواد بتسمح لنا نستخدم ميزات اللغة بشكل كامل. يعني هلا بشكل عام وقت بدنا نعمل مثلا نطلع على قاعدة البيانات، فرضا نحن عندنا هون حاطين بدل الألف 50 ألف مثلا سطر يجيب لنا، وأنا بعد الـ50 ألف بدي ضل دور عليها؟ لا طبعا لا، بدي إجباري، بدي طريقة لحتى دور على شغلة بدون ما أعذب حالي ودور بين المليون سطر الموجودات مثلا، يعني كمثال. فمش هالشي عملوا لنا الأكواد، استخدام الأكواد هو زادا أفضل من المتصفح المرئي هذا البرنامج. طيب هلا نحن بعد البيانات تبعتنا فيها 6 منتجات، فيها البرايس، الدرس اللي قبل هاد، مو هذا الدرس اللي قبل الدرس الماضي، تعلمنا انه في شغلة انه فينا ناخذ السعر عن طريق وضع شرط. هذا الشرط اللي كان هو وير، فاحنا بدنا نطبقه ونبلش نحط اكثر من شرط. فبنعمل سيلكت شو بدنا نجيب مثلا، بدنا نجيب products product name، product name، بعد product name بدنا نجيب ال price، راح نجيب ال unit وحدة، يعني بعد ال unit راح نجيب ال unit راح يجيب شو كمان يعني product name price unit ماشي. تمام جبنا الثلاث أعمدة from products. طيب هلا بعد ال products هلا هيك بهالطريقة بنجيب جميع السطور، جميع السطور اللي اجت. بس أنا بدي مثلا
السطر لسعر، السعر فيه مثلا السطر لمنتج السكر مثلا بدي يجيب او التيبل، فراح اعمل هون فروم وير البرودكت نيم، برودكت نيم يساوي سنجل كوت، نكتب جواته شجر، كتبنا شجر هون حطينا سيمي كولن، شغل هالكود داخل انه اجا السطر فقط اللي بيحتوي على اسم المنتج شجر سكر. طيب بنرجع نعمل هيك، حاطين احنا عمود الستوك وهذا اللي ما جبناه من شوي، فرح نجيبه هلا نضيفه ستوك. نرجع نشغل الكود، اجا ستوك عندنا المنتج سكر السعر 20 بالكيلو، 1 كيلو غرام ستوك 50. طب انا جبت الشجر، مثل ما بنذكر احنا قلنا انه عندنا مثلا التيبل لوليبوب، قلنا انه عندنا هاي النوب، فنحن بدنا نجيب اللوليبوب بس عن طريق مثلا الاي دي، انا ما راح اكتب لوليبوب. هلا فرضا ان احنا عندنا كيو ار كود في قاعده البيانات، هذا الكيو ار كود بيستخدموه مشان يضيفوا المنتج اللي انقرأ عن طريق الجهاز لا ينضاف للفيش او السجل مشتريات الشخص اللي اشترى من المتجر. فهنا هالطريقة نفس الشيء عاملين وير كيو ار كود، طبعا عاملين عمود اسمه كيو ار كود وحاطين فيه الكيو ار كود تبع كل منتج ما بيتغير ابدا. احنا هون عاطين اي دي، حتى الان احنا عم نشتغل على الاي دي، يعني بدنا نجيب المنتج اللي اي ديه مثلا 4. خلينا نجيب المنتج اللي اي ديه 4، الاي دي مثل ما انه نحن عدد طبيعي، عدد عادي يعني ما له فواصل، نضغط 4 فقط بدون سينجل كوتس بدون اي شيء بدون هدول، فقط 4 وبنعمل اكسكيوت. شغلنا الكود، اجانا هي التيبل مظبوط الحكي، السعر 350، الوحدة 90 ب 60 سنتيمتر، الستوك 2 فقط. طيب تعلمنا كيف نجيب منتج او سطر عن طريق استخدام شرط، وهذا الشرط استخدمنا انه يكون العمود يساوي الرقم او النص اللي بنكتبه. طب هلا نحن بدنا نجيب المواد اللي سعرها مثلا بين ال20 وبين ال40، بين ال20 وال40 راح يكون، فمشان هالشي بدنا نكتب بعد الوير مثلا السعر 350 مكتوب هون، راح نحذف الوير مشان نشوف هلا الجدول مرة ثانية، نرجع للثقة. هلا هاي الوير بدها تجيب المنتجات اللي سعرها فوق ال50، و خلينا نحط بين فوق ال50 لحتى طب خلينا نجيب المنتجات اللي سعرها بين ال20 وبين ال229، خلي يجيبهم كل هذول المنتجات اللي بين ال20. خلينا نبلش، عشان هالشي في شي عندنا هلا راح نتعلمه، راح نكتب price يساوي 20، طبعا فينا نحط الفواصل فينا نتركها هيك. طيب انا حطيت هلا price يساوي 20، بس نحن قلنا من شوي انه بدنا بين ال20 وبين ال250، انا ما بتذكر يعني بين ال230، فهون بعد البرايس بعد ال20 نكتب اند، واند مثل ما بنعرف شو يعني بالانجليزي، يعني و اند بتعطينا شرط زيادة، فينا نحط شرط بس بيزيد شرط. فهلا نحن هون اذا بدنا نجيب اللي بين ال20 اللي سعرهم 20 وبين اللي سعرهم
299.99 او 300 بشكل عام، نكتب 300 لا نكتب هون كمان برايس يساوي 300. بس احنا بين جبنا اللي بين 300 بين 20. هلا بهالطريقه نحن جبنا الاسطور، بعدين بدنا نتعلم انه هاي بتتقسم لاربع اقسام حتى الان. القسم الاول بيجيب الاعمده، القسم الثاني نختار الجدول اللي عم نجيب منه، القسم الثالث اللي هو الشروط. طيب هذا القسم الثالث منقسم لقسمين، القسم الثالث منقسم لقسمين عند الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول واللي هو القسم الأول بيقول إنه لازم يكون السعر 20 بين 20 و بين ال 300. بس في شغله نحن هلا، نحن هون ما حطينا يكون بين ال 20 وبين ال 300، نحن حاطين هلا يكون السعر 20 والسعر 300. ليش؟ لانه حاطين يساوي نحن. فمشان نحل هالشغله لازم نحط اكبر او يساوي، او فينا نحط بس اكبر يعني. بس انا بدنا يجيب لي سعره 20 كمان، فبنحط اصغر عفوا أكبر من العشرين تساوي جنبه، عشان يعني نجيب كمان اللي فوق العشرين والعشرين معهم كمان. في عندنا هون منتج حقه 20 اللي هو السكر، راح يجي هذا المنتج. وبعد الأند واللي هي هو الشرط الثاني راح يجيب اللي تحت ال 300، فهالشي لازم نحط أصغر وتساوي. هيك راح يجي اللي سعره 300 وتحت. هيك نحن حطينا شرط انه يجي اللي فوق العشرين واللي تحت الثلاثمية. شغل الكود، ما شايفين جاب المنتج اللي هو 20 سعره، وجاب المنتج اللي سعره 229.99، وجاب المنتج اللي سعره 56 حتى. مفهوم حتى الآن؟ مفهوم أستاذ، في أي مشكلة يعني تمام بهاي الشروط؟ بلشي تمام وعدني. تمام طيب هلا انا قلت بدي سعره فوق ال 20 وتحت ال 300. طب فرضا انا بدي كمان اللي الستوك تبعه مثلا 75 10 50، يعني نفرض مثال يعني، نحط كمان اند هون. فينا نحط اند ما بدنا نحط آن، فينا نحط هذا شيء غير محدود نهائيا. فينا نحط على عدد الشروط اللي حابين نحن نستخدمها، بس على شرط انه لازم نحط فعلا انه شرط بعدين. هلا حاطين الآن بس ما حاطين شرط بعدين، لازم نحط شرط اجباري. بس ما راح احطها لا برايس، راح احطها ستوك. الستوك مثلا يكون اكبر من العشرة. صار عندنا هلا هذا القسم الثالث تقسم لثلاث أقسام، واللي هن السعر لازم يكون فوق العشرين، ولازم يكون تحت الثلاثمية، ولازم العدد الوحدات الموجودة في المتجر فوق العشرة. نشغل الكود بنلاقي إنه راح أحد السطور، بقي عندنا سطرين اللي هن السكر، عندنا 50 الستوك بالوحدات 50 كيلو غرام، عندنا سعره فوق العشرين توافق مع الشرط، اللبن حاطينه سعره تحت الثلاثمية وفوق العشرين، والستوك تبعه 10 وفوق، الستوك تبعه 75 ذاتا يعني موافق الشرط. مفهوم لله هيك؟ مفهوم عم أستاذ. تطبق معي محمد؟ معك. طيب هلا خلصنا نحن من الشروط الو و هلا بدنا نبلش في الاو، يعني في عنا و اند وفي عنا اور. الاور هي او بالعربي يعني. طيب
رجعنا للكود الأصلي واللي هو اختر العواميد من المنتجات. هلا نحن بدنا نجيب المنتج مثلا سكر، بدنا نجيب المنتج اللي حقه إما يكون 20 مثلا أو إما يكون 3.50. فينا بهالطريقة نعمل مرة ثانية where، where نعرف شو معناها، يعني حيث. حيث بالعربي يعني إنه عندما يكون مثلا المنتج أكبر، فهاي بتجي بمعنى حيث، بتجي عندما يكون. خلصنا القسم الأول، اخترنا الأعمدة. القسم الثاني اخترنا الجدول اللي رح يجي منه البيانات. القسم الثالث رح ندخل عليه وهو قسم الشروط. رح نكتب هون إنه الشرط يكون السعر برايس، برايس يساوي 20. هيك رح يجوا جميع البيانات اللي سعرهم 20، وبدنا كمان إما يكون 20 أو or نكتب هون، أو يكون برايس يساوي مثلا 50. طبعا ما في عندنا شيء سعره 50، فرح نشوف أي واحد رح يجي عندنا. نحن حددنا إما يكون 20 أو يكون 50. نشغل الكود، بنلاقي إنه أجا أبو العشرين، السطر العشرين. طيب هلا لنشرح شغلة هون. هون في شغلة، في شغلة بالسطر هذا اللي كاتبينه. إذا شاف الأكواد مثلا، هلا بدي أعطي مثال هون على هاي الأور. ثواني، شغلنا الكود، نسقنا، كتبنا هون مثلا 1.50 وشغلنا الكود، نلاحظ انه اجا السطرين اثنيناتهم. طب ليش اجا؟ نحن قلنا انه بدنا يكون اند، انه يكون مثلا، يكون عفوا، اما هذا اللي سعره 20 او اللي سعره 1.5. طب ليش اجوا الاثنين طالما نحن قلنا اور؟ هون الشغله هون انه نحن وقت عم نعطي الشرط بالقسم الثالث من الكود، عم نعطي الشرط يكون، عم نقول نحن اما يكون سعره 20، فهون راح يدخل فورا على هذا الشرط ويتحقق منه هل يوجد منتج سعره 20. اذا في راح يجيبه. وبالاور يعني نحن عم نحط قصة شرط اضافي، يعني اذا هذا موجود او ما موجود يشتغل هذا الكود. فهذا المنتج إن كان موجود ولا ما كان موجود رح يشتغل هذا الأور. فينك تحط عدة شروط، يعني مثل نحن إذا قلنا إذا كان سعره لهذا، مثلا بدي اشتري تليفون، أنا قلت إنه لصاحب المحل، قلت له إنه إذا كان سعره 3500 أو 4500 أو 4000 بشتري، مو مشكلة. هيك يعني نحن بهالطريقة عم نقول له إنه بدنا نشتري إن كان هالأسعار الثلاثة يعني. فنحن هون هيك عم نعطي عدة شروط، وهدول الشروط موافقين نحن عليها، يعني جيب لنا كل شيء بيتعلق في الشروط. أما الأند، المشكلة بالأند والفرق الوحيد إنه كلمة أند في اللغة الإنجليزية مثل اللغة العربية طبعا هي عبارة عن عكس الكلمة تماما في هون بلغة البرمجة. نحن هون وقت بنقول اند مثلا، اند بنلاقي انه ما اجا ولا سطر. ليش؟ لانه هون مصرة، مصرة انه بدهم هذا الشرط وهذا الشرط تحققوا الاثنين اجباري. اذا ما تحققوا هدول الشرطين ما راح تشتغل الكود. ها هي الفرق بين الاند والاور. يعني بالاند الشرط الاول والشرط الثاني اذا ما تحققوا ما راح يشتغل نهائيا، ما راح يجي ولا سطر. يشتغل بس ما بيجي ولا سطر. هذا الفرق بين الاند والاور. نرجع عليه. الاند اذا تحقق هذا الشرط وهذا الشرط بيجي سطور. اذا ما تحقق واحد، اذا ما تحققوا الشرطين
ما بيجوا. هلا مثلا احنا قلنا هون السعر فوق ال20، تمام؟ احنا متأكدين 100% انه في عندنا منتج بقاعة البيانات فوق ال20، ما صح؟ مظبوط. مظبوط، عندنا في منتج فوق ال20 سعره، مظبوط الحكي. طيب نحن هون ضايفين اند وقايلين انه والسعر يكون 1.50. طيب هلا ما بدنا نغيرها لهي 1.50، خلينا نحطها نحن هلا مثلا 300، او نحطها مثلا 229 فاصلة، هذاك اللي حطيناه من شوي نحن، 0.99 نتذكره لهلا. طيب هلا هون بيجي السطر ولا ما بيجي؟ نرجع نتذكر المنتج لازم يكون فوق ال20، و اجباري لازم يكون سعره 229.99، يعني مجبورين على هالشرطين نحن. هلا هيك لازم يجي واحد، ثواني ما شايفين حطينا بالأقواس، ليش؟ لأنه هون صار في نقطة، والنقطة أثرت على الكود بعد اليساوي. طبعا الأرقام النقطية ذات الفواصل يعني جميعها يعني بنحطها في الأقواس عشان نتخطى المشاكل اللي بتصير. مثلا إذا شلنا القوس عم يقولنا هون إنه ايش في مشكلة، كان بقول سرقة، انا كنت كاتب شيء غلط، رجع جرب شغال ما في شيء، بس ما بعرف السبب اللي صار. هم البرايس اصغر من ال20، و البرايس لازم يكون 229.99. هلا رجع صار ايرور عنده يساوي. هلا عرفت شو المشكلة؟ تذكرت هاي المشكلة في هذا المصمم المرئي، هي انه وقت نعمل تحديد هيك بالفارة نحدد مثلا كود من هون لهون. جربوا انتوا هلا تبعنا يعني، جربوا معي شوفوا اذا عملنا تحديد بس مثلا الكود من هون لهون من السليك مثلا للبرودكتس ونضغط اكسكيوت، بنلاقي انه اشتغل فقط الكود اللي محددينه. السبب انه بعض الأوقات بيكون في عالم عنده ملف جاهز للأكواد، فمشان ما يتعذبوا كل مرة يكتبوه بس بيحددوا بالفارة هيك إنه شغل لي هذا الكود بيعمل اكسكيوت. طب هون نحن عملنا سيلكت والسعر لازم يكون فوق ال20، نعمل اكسكيوت بنلاقي إنه اشتغل كل شيء فوق ال20. طب ضفنا نحن فوق زيادة هذا داخل إنه ما اشتغل الكود، فهذا السبب من شوي إنه كنا عم نعمل هيك ونسينا نضغطها لبرا، شغلناها قام طلع الايرور لانه ما شغل غير هاي القطعه من الكود. مفهومه هيك؟ اي شغله بس موجوده في المرئي هذا يعني، بس بشكل عام وقت نشتغل على الكود ما بيصير شيء يعني. طيب هلا هون قلنا لازم 229.99 وأكبر من ال20، بس ما أجا المنتج والسبب هذول على ما أظن. ليش كان سعره هذا؟ كويس فوق ال20. أيوة هلا عرفنا شو المشكلة، قلبنا هاي شغلناها مش حق. طيب نرجع البيانات، هلا هون حطينا اصغر من ال20، قلبنا القوس بالغلط. انا هذا الكيبورد التركي عندي يمن هو كيبورد الانجليزي. نعمل اكسكيوت بنلاقي انه الشرط الاول تحقق والشرط الثاني تحقق. طب احنا خربنا هلا الشرط الثاني، خلينا نخرب الشرط الثاني، حطيناه 229.98 بدل 99، بنشغله بنلاقي انه ما اشتغل نهائيا، ما اجى عفوا السطر نهائيا. ليش؟ لانه مثل ما قلنا
الشروط لازم تتحقق بشكل كامل كلياتهم لحتى يجي معلومات. إذا ما تحققت الشروط كاملة ما بيجي ولا سطر نهائيا. طيب بدنا نورجي الفرق بين الأور والأند. عملنا هذا المثال، بنبدل الأند بالأور. هلا عم نقول إنه السعر لازم يكون فوق العشرين، أو السعر مثلا 229.98. هلا اللي رح يجي كل الأكواد اللي فوق العشرين. شو السبب؟ السبب هون إنه عم بيقول واحدة من الشروط إذا تحققت يعني بكفي، يعني ما بيأثر، بس إذا تحقق الثاني كمان مثلا كمان يجوا البيانات. هيك يعني هون نحن عم نقول له إنه إذا تحقق الأول معلش، وإذا تحقق الثاني كمان كويس ممتاز يعني. فهون مثل جيد وهون جيد جدا يعني. في عدة شروط عم نحط نحن، كل شرط مثلا بجيب المعلومات تبعته. وهلا في مثال ثاني رح نعطيه على هالشغلة، نضغط اكسكيوت هلا بنلاقي إنه اجى كل شيء أسعاره فوق العشرين. طيب أنا عندي بعض المواد كانت سعرها فوق تحت العشرين. هلا بنشغل بس هذا الكود، هي قطعة الكود لا عند البرودكتس، بنجيب البيانات كلها. في عندنا مثلا العلكة حقها 1.50. طب أنا بدي أجيب اللي فوق العشرين كلياتهم، تمام؟ هذا الشرط اللي فوق العشرين كلهم يجوا، ويجوني كمان اللي من تحت العشرين فقط واحدة بدي مثلا أنا بسعرها 1.50. بدي إياها بس هي تجي، ما يجي شيء ثاني بس يجي هي. فيني احط هسه اور ثاني، هسه مثلا احط اور ثاني واضيف هسه كود يعني، بس انا بدي بس هذا المنتج معاهم يجي. اضغط اكسكيوت. هلا اشتغل. ايه نضغط اكسكيوت، بنلاقي انه اجوا البيانات اللي فوق ال 20 كلهم. اول شيء دخل عليها جاب كل البيانات، بعدين صفهم عمل لهم فلتره اللي هن اللي فوق ال 20 ينعرضوا، وهون جاي اور. بس مع هيك هذا الاور الشرط الثاني عم بيقول انه اذا تحقق هذا كمان جيب البيانات تبعته كمان. فهون تحقق الشرط لا للسعر، للعمود اللي السعر فيه 1.50 اللي هو العلكة. اتمنى شايفين هون هذا الشرط تحقق وهذا الشرط تحقق، فجاب النتيجة تبعت الشرطين، مو نتيجة شرط واحد، جاب نتيجة الشرطين. اما بال and تحقق فقط، إذا تحقق واحد بيجي، إذا ما تحقق واحد منهم تلتغى الشروط كلها، تلتغى الكود كله، إجبار لازم تحقق واحد الاثنين مع بعض. إذا ما تحققوا الاثنين مع بعض ما بيجي أي بيانات نهائيا. اللي هون ليش ما تحقق وليش ما أجي؟ هلا بجوز مثلا اللي عم يتابع الفيديو بقول ليش هاي العشرين اللي فوق العشرين والسعر 1.5 ليش هذا بالآند ما تحقق؟ نرجع بنقول انه هاي نحن عم نقول هون انه الشرط لازم يكون السعر فوق العشرين والسعر 1.50. يعني نحن عم نقول له يجيب لنا اللي فوق العشرين ويجيب لنا اللي سعره 1.50، بس ما راح تصير. ليش؟ السبب هون انه دخل على هاي ما تحققت معه، يعني دخل عليها لهاي كلياتها طلع فيها نطر. هو اول شيء دخل على هاي تحقق، شافها انه ما تحققت، ما انا موجود ما في شيء سعره فوق العشرين، تمام؟ هو في عندنا بيانات سعرها فوق العشرين، بس استنى. هو يعني اخذ البيانات ونطر شوي، قال استنى لنشوف الشرط الثاني شو بيقول. الشرط الثاني عم يقول انه لازم يكون كمان 1.50. هذا لغى هذا الشرط. ليش؟ لأنه هذا وقت جاب الشروط اللي جاب السطور البيانات اللي سعرها فوق العشرين نطروا لهذا، انتظروا يعني ده الشرط الثاني لحتى يشوف شو النتيجة. إذا طلعت النتيجة معه كمان نتيجة كمان طلعت إيجابية، قال له إنه إيه نعم في عندي مثلا السعر 1.50، وإذا اتفقوا مع بعض هذول الاثنين بيجيب السطر اللي بدنا إياه نحن. كان في مثال ثاني بدي أجيبه، مفهوم كل هالشيء لهلا؟
مفهوم مستعد. هلا ان شاء الله تعالى. هلا نحن بدنا نجيب مثلا سطرين فقط، بدنا مثلا اللبن وبدنا اللحم. فرضا احنا ما عندنا هدول، العالم ما بتعرف شو السعر وما بتعرف شو بدها تسوي، يعني ما بتعرف شيء نهائيا. ليش؟ ما لهم بينات. فنحن هلا بدنا نحطهم مثلا، نرجعهم، بس ما راح شغل الكود. انا هلا بدي يجي معلومات عن احد هدول السطور، راح انسخ هدول السطور، تمام؟ كوبي with headers، راح افتح هاي اللي دخلنا فيها، راح احط هدول المنتجات اللي عندنا. طيب هاي المنتجات هلا بدنا نعتبرها هون ما لنا موجوده نهائيا، ما عندنا غير الاسامي اللي نعتبر، تمام؟ بدنا نعرف البيانات تبعيت مثلا اليوغورت والسكر، بدنا نعرف البيانات تبعيتها، بس بدنا نجيبهم الاثنين، السكر واللبن، بدنا نجيبهم اثنيناتهم مع بعض. شو بنسوي هون؟ بنروح على بعد البرودكتس، بعد ما نجيب من ال... بعد بنروح من... على القسم الثالث، القسم الاول هذا وهذا القسم الثاني. على القسم الثالث بنبلش وير، حيث او عندما يكون. بنروح على البرودكت نيم، هون بنشوف في عندنا البرودكت نيم، اسم المنتج. نحن بدنا نبحث باسم المنتج، هلا عم نستخدم اسم المنتج لنبحث. فينا نستخدم الاي دي، بس نحن ما عم نعرف هلا الاي دي تبع كل منتج من المنتجات. ليش؟ لانه مخفي هذا، فبنضطر نبحث بالاسم. هلا نكتب برودكت نيم يساوي، بدي يكون اسم المنتج مثلا شجر. طيب جبنا المنتج اللي اسمه شجر، تمام؟ اعمل اكسكيوت، لاقي انه اجا الشجر. طيب مشان نجيب انا العمود الثاني، شو لازم اكتب هون؟ هذا عنده معلومة، بس شو لازم نكتب هون يعني مشان نجيب السطر الثاني، مشان نجيب مثلا التيبل، او اذا بدنا نجيبها. لما مثلا جبنا نحن هلا بدنا جبنا الشجر، تمام؟ من شوي قلنا انه الاور والاند هدول فينا نستخدمهم لنجيب عدة سطور، او فينا نجيب سطر واحد بس بعدة شروط. بدنا نجيب هلا الشجر، بدنا نجيب اليوغورت، بدنا نجيب بس هدول الاثنين. فنحن قلنا من شوي انه هلا مثلا جبنا الشجر، قلنا من شوي انه باستخدام الاند مثلا فينا نجيب السطور، بس السطور فقط اللي بتوافق الشروط. هلا اذا نحن كتبنا هون برودكت وحطينا مثلا اسم هذا، طبعا شو كان بدنا نحن، بدنا اليوغرت، يورت يوغرت، هيك بيجي ولا ما بيجي؟ ركز بيجي فيه شوي، بيجي ولا لا؟ بيجي لا ما بيجي هذا. الشجر لما ليش؟ تحط بيجي ايه ليش ما بيجي؟ لانه نحن هلا هون حطينا، اخترنا هون، تمام؟ هون بالشروط حطينا لازم يكون اسم المنتج سكر واسم المنتج يكون لبن. فهل من المعقول يكون اسم المنتج نفسه ما نفس بعض؟ يعني معقول نقول عن هذا السطر انه بيحتوي اسم المنتج تبعه سكر وبيحتوي بنفس الوقت يوغورت؟ مستحيل هذا الشيء. فهون اذا عملنا هيك ما راح يجي شيء نهائيا. ليش؟ نحن عم نعين على سطر واحد هيك بهالطريقه. ليش؟ هاي الاند، هاي مشكله الاند يعني. فنحن ما بدنا نركز انه كلمه اند انه بتجيب لنا السطر الثاني هذا كمان، لا، هون الاند تعطي شروط اكثر. يعني الشرط الأول لازم يكون اسمه سكر، الشرط الثاني لازم يكون اسمه يوغورت. نحن عم نحدد على سطر واحد، بس مع هيك كاتبين اسم العمودين، اسمه لازم يكون يوغورت وسكر بنفس الوقت. ما في عندنا سطر اسمه يوغورت وسكر بنفس الوقت، اسمه عندنا سطرين نحن، مو سطر واحد. إلا إذا كان هيك، والله ما أدري شلون، هاي ما بتصير نهائيا، مستحيلة يعني.
ما فينا نجي يكون هذا السكر ونجي نقول عليه هذا يوغورت، ما فينا. ليش؟ لأنه عندنا هون سطرين نحن هذول، شجر يوغورت. إذا عملناها هيك هي ما راح تجي. بس شو السبب؟ السبب هو هاي الآند. الآند بتضيف شرط زيادة، ما بتحط شرط إنه نعطي مثال تبع المقوال من شوي، قلنا إنه الآند مثلا هلا أنا بدي أشتري تليفون، تمام؟ رحت لعند الزلمة قلت له بدي التليفون يكون سعره مثلا 3000، تمام؟ ويكون راماته 4. حصرا هيك. هاي الطريقة إذا عندنا تليفون هلا في البرنامج في قاعدة البيانات فينا نجيبه إيه بهالطريقة؟ هيك أنا عم بعطيه للزلمة شروط إضافية على منتج واحد فقط. فهمت علي؟ ما هيك؟ عم بعطيه شروط إضافية على منتج واحد. يعني أنا بدي إياه يكون سعره 3000 ويكون 4 جيجا بايت رام. هيك. فهاي الطريقة اللي نحن هون ما عم نقول له إنه يكون سعره 3000 أو 4000، معلش بشتري منك. لا، هون نحن عم نقول له من أصر عليه، يعني أصر عليه لازم نقول له لازم يكون 3000 سعره و4 جيجا بايت رام. إجباري إجباري، يعني هدول الاثنين 3000 ليرة 4 جيجا بايت رام، غير هيك ما بشتري مثلا. وبدي مثلا معالجه مثلا أوكتا كور مثلا، يعني سناب دراجون، بدي له سناب دراجون، بدي اياه اجبار سناب دراجون 845. هدول الثلاث شروط اجبار بدك تطبقهم، اذا ما طبقت لي اياهم ما بدي التليفون. هاي هون نفس الشيء نحن عم نقول، نحن عم نجي بنقول للبرودكت اللي اسمه يوغورت. هلا بدنا نحكي بالكمبيوتر، خيو نعطي مثال بالكمبيوتر لانه نحن عم نستخدم الكمبيوتر كثير. فرضا انا رحت لعند احد الاشخاص قلت له بدي جهاز من عندك يكون سعره 20000 على التمام ويكون معالجه كور اي 7 جيل 12 جباري. هيك بدي انا عم بقول له للزلمه، بقول له بدي اياه يكون سعره 20000 ومعالجه كور اي 7. هيك بهالطريقه هون نفس الشيء كمان عم نصر انه هذا المنتج فقط سطر واحد بس لازم يكون اسمه شجر، لازم يكون بنفس الوقت اسمه يوغورت. يعني هل من المعقول يكون السطر اسمه شجر واسمه يوغورت في نفس الوقت؟ سطر واحد يكون اسمه يوغورت شجر في نفس الوقت؟ طبعا لا. فمشان نسوي هالشيء بنحط اور، والاور هي بتجمع الشروط ما بتزيده، هاي لجمع الشروط والاند لزيادة الشروط. مفهوم ما هيك؟ فهلا اذا عملنا هيك تتوقع بيشتغل ولا لا؟ بيشتغل طيب هلا نرجع نعطي مثال عليه، هاي كتليفون او كمبيوتر. هون انا عم بقول له للزلمه يكون سعره 20000 للكمبيوتر بشتريه، وعم بقول له بنفس الوقت اذا كان كور اي 7 مثلا جيل 12 كمان بشتري، يعني ما انا مش حتى لو كان سعره فوق ال 20000. يعني هون هيك عم تجي. اما اذا كانت اند، هون عم بصر عليه يكون هذا الكمبيوتر اجباري اجباري يكون سعره 20000 وكور اي 7. حطينا اور هلا، شغلنا الكود، بنلاقي انه اجى الكود اجى السطرين مع بعض، اجوا سطرين. مفهوم ما هيك؟ اعطينا امثله من الواقع لانه الطريقه الوحيده يعني فينا نفهم هالشغله هاي. يعني في اي مشكله؟ لا تمام استعد واضح تمام، أعطي وظيفة عليها هاي كمان إن شاء الله. شوف قديش صار معنا من الدرس. صرنا في الدرس ساعة وعشر دقايق. نكمل لسه شوي طيب هلا نحن جبنا سطرين هون، سطر اللي اسمه المنتج اسمه سكر، والسطر هاي عم تجي هون و السطر الثاني. يعني الاور هون ما عم تجي بمعناها الاصلي انه او، يعني يكون هيك انه خلص اذا هذا
اشتغل انه ما لازم يشتغل تاني، لا هون بيشغل الكل هون. اما بالان اذا خرب واحد فقط منهم ما بيشتغل التاني. طيب نجيب سطر ثالث، نعمل اور برودكت نيم، مثلا المنتج اسمه شو رايك الميت هيك. بهالطريقة عم نقول له يكون إذا كان السطر شجر موجود جيبه، أو إذا كان موجود اليوغورت كمان جيبه، أو إذا كان اسم المنتج ميت كمان جيبه. فهون بهالطريقة نحن عم نقول له جيب هذا وجيب هذا وجيب هذا بنفس الوقت، إذا متواجدات جيبهم يعني ما أنا مشكلة. أما إذا كان أند ما راح يجي أكيد، ما راح يجي غير واحد، ليش؟ اللي هو هاد فقط، هاد ليش؟ لأنه في قبله أور، هذا التغى الكود هاد بما أنه ما زبط، صار في شرط ثالث اللي هو فقط ميت. هلا هون بهالطريقة هاي جبنا الميت، طب ليش أجا الميت؟ نحن هون مثل ما قلنا انه هاد صار قسم لحاله اللي هو شرطين في واحد، هدول الشرطين لازم يتوافقوا مع بعض اجباري اجباري. اذا حطيت اور هون هدول بيصير هذا الشرط ما له علاقة في الشرطين هدول، بيصير هذا الشرط بياخد بيعتبر يعني هذا الشرط هاد بيصير بيعتبر هدول الشرطين شرط واحد، يعني هدول الشرطين هون اجتمعوا مع بعض ضد هذا الميت. فإذا زبطوا هنن بيطلعوا هنن بينجابوا بياناتهم، إذا ما زبطوا كمان بينجاب بيانات هذا البرودكت نيم ميت نفس الوقت يعني. هي بدها تدريب كثير صراحة يعني، مانا سهلة يعني هي كمان، حتى انه مثلا نقدر نشتغلها من الدرس الاول، وهي بدها تدريب فيها شغلة فقط تركيز على الاند والاور هدول، وان شاء الله هدول بس الواحد يركز عليهم بصير يقدر مثلا يعمل في شريط البحث يكون مثلا الكاتيجوري صنف الشغلة اللي عم يبحث عنها، مثلا تكون مثلا كمبيوتر، انا عم ببحث عن تليفون ما يبحث لي عن شغلات تانية غير التليفون، عم بتكتب تليفون بيلاقي لك، وبتكتب مثلا نوت 8 بيجيك تليفونات فقط، ما بيجيك كابل للنوت 8، ما بيجيك كفر للنوت 8، بيجيك فقط تليفونات. ليش؟ لانه انت حطيت مثلا، عم نعطي هلا مثال هون تليفون وير مثلا تليفون كاتيجوري يساوي تليفون، هون هلا هيك عم نبحث نحن انه فقط يكون تليفون، كفر موبايل الشغلات كلها ما راح تطلع ابدا يعني. هالطريقة نحن عم نجيبها، واذا بدنا نحط الشغل اللي نبحث عنها مثلا اند برودكت نيم مثلا يساوي دوت، هيك بنعمل البحث في البرمجة المواقع، حتى بنعملها هيك تختار كاتيجوري الشخص بيشتغل الكود تبع الكاتيجوري، إذا ما اختاره تنطفى هاي عن طريق استخدام الدبل كودز اللي حكينا عن دبل بي اتش بي من قبل نهار، انه تتفاعل وتشتغل، بس هاي لسه ما دخلنا لها يعني. هاي بتنطفى إذا ما اختار الكاتيجوري، إذا اختاره فاضي تنطفى هاي ما عاد تشتغل الشرط هذا، تلتغى الآن كمان، بتصير بس بيبحث عنها عن المنتج. فهل نحن بهالطريقة هون عم نبحث انه يكون فقط الصنف تليفون، ما يكون كيبل مثلا او كفر او هيك، فقط تليفون. فبنجيب نحن التليفونات فقط وبنكتب هون اسمه مثلا نوت 8، بيطلع لنا كل شيء تليفونات اسمها نوت 8، نوت 8 جلوبال، نوت 8 انديا، نوت 8 يوروب انترناشونال، في عدة إصدارات للنوت 8، 8 برو، بجيب لنا إياهم كلياتهم، بس المهم إنه هون حاطين الصنف تليفون.
طيب اذا احنا جبنا هون الصنف تليفون وحطينا اور، ايش بيصير هون؟ مثلا هون اذا بحثنا بيطلعوا التليفونات مثلا بالاوائل ايه، بس بعدين كمان بيطلعوا الكفرات وبدهم يطلعوا الوصلات والشغلات هاي. فهي الطريقة تستخدم فيها الآن بالأور في تصميم مواقع الويب أو البرامج، لأنه دائما نحن نحتاج للأندرويد أور في الشغلات في البحث أكثر شيء، يعني هو دائما بالبحث، والبروفايلات تستخدم الأندرويد أور، الوير تستخدم وين ما رحت طبعا. ليش؟ نحن سجلنا دخول على برنامج أو على الفيسبوك، تمام؟ بعد ما سجلنا دخول على الفيسبوك قلنا له إنه جيب لنا، مثلا نحن سجلنا دخول على الفيسبوك وأخذنا الأي دي تبعنا، الاي دي هون نكتبه مثلا وير اي دي، مثلا اي دي انا واحد، خلاص هذا ثابت. بصير هون بيجيب لنا النيم تبعنا، بنطبعه فوق في زاوية الصفحة، بيكتب انه يعني تضغط عليه جنب زر القائمة هيك، خلاص هذا جاب لنا النيم وطبعنا اياه عن طريق اي دي. نفس الشيء وهون مثلا عشان تحقق بزيادة اكثر، يعملوا حماية اكثر، يعملوا اند، بيحطوا ايميل مثلا، ايميلاتنا ايه، هي للتحقق كمان بزيادة هيك. مفهوم كل شيء هلا هيك؟ هو مستعد. في اي مشكلة؟ تمام، واضح. تمام. رح نعمل هلا، مو هلا، رح نعطيه وظيفة ان شاء الله اليوم، راح تكون الوظيفة على هاي نفسها الماي ستور. الماي ستور راح ندخل على، طيب راح نتعلمها هلا. طيب البرودكتس راح نحط فيها كيو ار كود زيادة تعديل فقط، بس انا هلا ما بيهمنا هالشيء، هذا بيهمنا لا نتعلم بالاكواد اكثر، كان بودي يعني اعطيه عن اضافة وتعديل قاعدة البيانات، بس شايف هلا هاي اكثر ضرورة، يعني احباتها الواتس احسن لان اكتبها اصبر على الواتساب بالعربي والانجليزي اكتبها. ينهي الدرس حد هون ان شاء الله، اذا في اي سؤال نجاوب عليه قبل ما نسكر. في اي نعم، سؤال، يعطيك العافية اذا أستاذ. في شيء مثلا ما انا فهمانه ما انكم فهمانين او شيء، يعني اسألهم مو مشكلة، بنرجع بنعيده كلياته، ما عندي مشكلة، يعني نضل نعيده لحتى نتعود عليهم إن شاء الله. طيب إذا ما في سؤال نسكر الدرس. يعطيك العافية الله يعافيك يا رب، أستاذ. نلتقي إن شاء الله بالدرس الجاي. بكرة إن ما في شاء درس، الله. الدرس القادم الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.